اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حب علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل عليهم السلام أن الله عز وجل قال: إن ولاية علي عليه السلام حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. قال الرسول صلى الله عليه وآله: حب علي لا تضر معه سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة: حب علي عليه السلام. يوم القيامة يؤتى بعلي على نجيب من نور، وعلى رأسه تاج قد أضاء نوره وكاد يخطف أبصار أهل الموقف، فيأتي النداء من الله عز وجل: أين خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فيقول الإمام علي: ها أنا ذا. فينادي المنادي: أدخل من أحبك الجنة ومن عاداك النار. فيأتي النداء من الله عز وجل: يا معشر الخلائق، هذا علي خليفة الله في أرضه وحجته على عباده، فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله هذا اليوم ويصطدئ بنوره، وليتبعه إلى درجات العلا من الجنان. فقال الله عز وجل: لو اجتمع الناس كلهم على حب علي لما خلقت النار.